8 دولار ده الرقم اللي هتقدر تحققه بشكل يومي لو ركزت في الفيديو ده لحد اخر ثانية. ايوة انا مش بهزر معاك، فعلا ده الرقم اللي هتقدر تحققه لو ركزت قوي في الفيديو ده لحد اخر ثانية فيه. يلا بينا نكمل الفيديو بعد الانترو البسيط اللي جاي ده. يا اهلا بيكم يا شباب، رجعنا مره تانية معكم احمد البابلي من قناه الباشمدرس، القناه المختصه في فيديوهات الربح من الانترنت والمشاريع الصغيره وفرص العمل. زي ما شفنا كده في مقدمه الفيديو، ان شاء الله النهارده انا هكلمك عن ايه. النهارده انا هكلمك عن مبلغ تقدر تحققه بشكل يومي لو انت راجل مبتدئ او معاك راس مال على قدك. المبلغ ده تقدر تحققه من ايه بالظبط؟ من خلال التداول. كلنا عارفين ان سوق الفوركس او البورصه هو ده الشغل اللي جاي، وهو ده يعني المستوى اللي المفروض العالم هينتقل اليه بعد الشغل على ارض الواقع. لان زي ما احنا عارفين، اي مشكلة بتحصل او اي جائحة بتحصل زي اللي حصلت الفترة اللي فاتت، بتأدي ان الناس كلها تقعد وتشتغل من بيتها على النت. فمفيش امتع من ان انت تشتغل في البورصة او في التجارة العالمية بس من خلال التليفون بتاعك. موضوع سهل جدا وبسيط، فقط من خلال تليفونك هتقدر تحقق فعلا رقم زي اللي انا بقولك عليه. رقم ممكن ما يكونش كبير قوي، بس هو ممكن يكون كبير لناس مبتدئين او ناس لسه جديدة في مجال التداول. وعشان كده النهاردة انا هعرفك استراتيجية معينة، استراتيجية هنشتغل بيها سهلة جدا، تنفع تطبقها من تليفونك وتنفع ليه راس المال الصغير او راس المال الضعيف. هنطبق الموضوع ده على موقع ايه بالظبط؟ موقع بينومو، اللي احنا عاملين له سلسله بالمناسبه قويه جدا من الفيديوهات. هتلاقي فيديوهات ازاي تعمل اكاونت، وازاي تفعل الاكاونت بتاعك، وازاي تعمل ايداع سواء من على الموبايل او من على الكمبيوتر او من اي منصه تشتغل منها. الموضوع سهل جدا، ولازم تتفرج على الفيديو بتاع الايداع بتاع بينومو علشان ده مهم، وفي بعض الاسئله اللي انت لازم تبقى عارفها قبل ما تعمل ايداع، وبعض الخطوات اللي لازم تتبعها على المنصة، او بعض الشروط اللي هتطبق عليك على المنصة. الفيديو ده هتلاقيه بالمناسبة في الاي اللي هتظهر فوق دلوقتي، وكمان هتلاقيه موجود تحت في صندوق الوصف. وبس كده، يلا نروح على التليفون ونشوف يعني سوا كده ايه الاستراتيجية بتاعتنا وهنطبقها ازاي النهاردة. وركز معايا كويس جدا وما تفوتش ولا ثانية من الفيديو عشان تفهم انا بقول ايه. اهلا بيكم شباب، رجعنا مره تانية، وزي ما احنا شايفين قدامنا كده ده التطبيق بتاع موقع بينومو، وتقدر تحمله من اللينك الموجود تحت في صندوق الوصف. سواء انت اندرويد او اي او اس، الموضوع بالنسبه لك هيبقى ما فيهوش اي مشكله، والتطبيق شغال على النوعين. خلينا هنا نشوف بقى ايه الاستراتيجيه بتاعتنا، الاستراتيجيه بتاعتنا اللي هتبقى للمبتدئين، واللي هنطبق دلوقتي قدامكم صفقات بخلال او من خلال الاستراتيجيه دي. وتقدر الاستراتيجيه دي من خلالها تحقق مبلغ بيوصل لتقريبا 8 دولار في اليوم الواحد. طب خلينا هنا نشوف المفروض هنعمل ايه، وايه فكرة الاستراتيجية بتاعتنا، او ايه فكرة الشغل بتاعنا. بكل بساطة شباب، هو الفكرة بسيطة جدا، وهي باستخدام مؤشرين موجودين عندي في المنصة. اول حاجة قبل ما اتكلم عن المؤشرات والاستراتيجية، خليني اظبط معاك الاعدادات الاول. هندخل اول حاجة هنا على الشموع، ونختار الشموع اليابانية. فحضرتك هتبدأ تدوس عليها وتختار كيندلز او شموع يابانية زي ما انت شايف. تاني حاجة شباب، هتروح هنا على مدة الشمعة وتخليها 15 ثانية، فتروح هنا كده وتختار اختيار 15 ثانية، واقفل اللي هو الخاصية دي اللي هي الاوتو سكيلينج دي، اقفلها عشان الوقت ما يتغيرش معاك بتاع الشمعة. بعدين هنعمل ايه؟ بعدين هنروح على الخانة التالتة، وهي الخانة بتاعت المؤشرات. هبدأ ان انا ادوس هنا على المؤشرات، هتلاقيني مفعل 2 من المؤشرات. اول مؤشر هو الار اس اي، وتاني مؤشر هو البولينجر باندز. هتقول اجيبهم منين دول؟ هتدخل هنا على الافيلابل، وهتبدا ان انت تختار اول مؤشر، مؤشر البولينجر باند اللي هو ده. هتبدا تخلي مؤشر البولينجر باند بنفس الارقام اللي ظاهره قدامك دلوقتي. البيريود هنا هتخليها 10، والديفيشن دي هتخليها 2. فالالوان طبعا مش هتفرق معانا، اختار الالوان اللي تعجبك، وبعد كده تدوس هنا على ابلاي. احنا كده خلصنا اول حاجة. تاني حاجة شباب، وهو مؤشر الـ RSI، هتروح برضو على الـ Available، وهتلاقي مؤشر الـ RSI موجود هنا في المكان ده. هتختار الارقام دي يا شباب. اول حاجة هنا البيريود 7، والاوفر بوت 70، والاوفر سولد هيبقى 30، واختار الالوان اللي تريحك، وهنا هتدوس على Apply. احنا كده خلصنا التظبيط بتاع الاستراتيجية بتاعتنا. طب فاضل لنا ايه بقى؟ فاضل لنا نعرف ان احنا، او يعني نفهم ان الاستراتيجية بتاعتنا قايمة على حاجة مهمة جدا، وهي اني هبدأ اتابع الخط اللي عند الـ RSI تحت ده، وابدأ اتابع الخط اللي عند البولينجر باند سواء فوق او تحت. نفس الكلام في الـ RSI. ايه اللي هيحصل يا شباب؟
مبدئيا كده زي ما انت شايف انت تقدر تختار كمان زوج العملات اللي هتشتغل عليه من هنا من المكان ده، فخلينا نختار ونغير زوج العملات براحتنا، وهيتطبق عليه نفس الاعدادات زي ما انت شايف كده، تطبق نفس الاعدادات. خلينا نختار حاجة يكون شكلها مستقر شوية زي ما احنا شايفين هنا يا شباب. الفكرة كلها في ايه؟ الفكرة كلها ان احنا لازم نلاحظ الخط اللي فوق ده والخط اللي تحت ده، اي تلامس بيحصل في الخطين دول المفروض بيحصل بعدها يا اما هبوط زي كده يا اما صعود لو كان التلامس في الخط اللي تحت. طب المفروض اللي انت هتقول لي الار اس اي بقى اللي تحت ده بيعمل ايه؟ الار اس اي اللي تحت ده بيأكد لي فعلا ان التلامس ده كان حقيقي. هلاقي عندي برضو خطين في الار اس اي، خط علوي وخط سفلي. هلاقي هنا لما بيحصل تلامس او الخط الاخضر اللي في النص ده بيعدي الخط اللي تحت، كده معناه ان هيحصل ارتفاع. ولو لقيت العكس، يعني لو لقيت زي الحاله اللي حاصله دلوقتي ان البولينجر بان زي ما انت شايف بدأ يتكسر اهو، والار اس اي بيقول لي كمان ان هنا فعلا ده كسر، فمعناه ان اللي جاي هيبقى شمعات هابطه. فالمفروض انا بناء على التوقع ده ادخل الصفقات بتاعتي، وزي ما انت شايف فعلا بدأ يحصل يعني زي مؤشر كده بيقول لي اه فعلا هيبدأ يحصل هبوط زي ما انت شايف في المنطقة دي. فده معناه ايه؟ معناه ان احنا كده التوقع بتاعنا كان صحيح، لما بيحصل هنا تلامس يبدأ يحصل شمعات هابطة، فبناء على كده المفروض انا ادخل صفقة هبوط. ده يعني بكل بساطة ملخص الصفقة بتاعتنا او ملخص الاستراتيجية بتاعتنا. ولو فعلا كنا دخلنا صفقة من المكان ده كون زماننا عملنا ربح كويس، لأن الوقت الصفقة بتبقى تقريبا دقيقة يعني 3 شمعات وينتهي الوقت ويتحقق أرباح. تعالى بقى دلوقتي، أنا عملت شوية صفقات كده قبل ما أبدأ الفيديو وصورتهم عشان أوريهم لكم ونطبق فعلا الاستراتيجية دي بشكل عملي. تعالى بقى نطبق الاستراتيجية مع بعض دلوقتي ونشوف فعلا هل الموضوع ده هيتحقق ولا لأ، وتشوف الاستراتيجية بتاعتنا شغالة وفعالة بنسبة قد إيه. يلا بينا ونرجع تاني بعد الفيديو. بس كده يا شباب، ده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى فعلا الكل يكون استفاد. اتمنى فعلا لو وصلت لحد الوقت ده من الفيديو اثبت وجودك بلايك، انت شخص مفضل عندي بصراحه انك وصلت لحد الوقت ده من الفيديو. كمان ما تنساش انك يعني تسيب لنا كومنت لو عندك اي سؤال، هرد على كل يعني بص الفيديو ده بالذات انا همسك كده كل الاسئله ارد عليها يعني. فاي حد عنده سؤال في الفيديو ده يا ريت يسيبه لي في الكومنتات وهرد على كل كومنتاتكم ان شاء الله. كمان اشترك في القناه وفعل الجرس لو عايز تشوفني مره ثانيه ولو عايز تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.